زيارة استغرقت زهاء الساعة قام بها القنصل التشادي بولاية كانو بنيجيريا. سعادة السيد السيار أبو بكر علي والوفد المرافق له إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. وخلال الزيارة أكد القنصل التشادي بولاية كانو بأن الغرض من الزيارة هو تشجيع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على جهوده التي يقوم بها تجاه المسلمين في البلاد، وخاصة في سبل وتقوية التعايش السلمي بين أبناء الوطن. منزي الشيخ الدكتور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ ما جه نينا ما لقينا جبنا له زيارة، بس إلا نشوفوا حاجات القايم فيها والجهود القاب بيقدمها لمصلحة الشعب التشادي، شيء ده خلانا فرحنا قلنا خلي نجوب له زيارة خاصة ونشكره في جانب أنا التسامح والتعايش السلمي. بدوره رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى فقد رحب بالزيارة وأعرب عن مدى سعادته بالدور الذي يقوم به القنصل في ربط الشعوب بعضها البعض، وقد تطرق الجانبان إلى المشاكل التي تتعرض لها المناطق الشرقية. لأن الدبلوماسي هو أساسا مهمته ربط الشعوب بعضها مع بعض وتبيين يعني محاسن الشعب الذي ينتمي إليه، هو هذا هو الشيء الأساسي. فالآن هم قاموا إلينا بزيارة ودية في هذا المجلس، وكما هو صرح بذلك لأن نحن نتبادل الزيارات دائما وأبدا ونحن نكمل بعضنا مع بعض. الأشياء التي يعني تحدثنا عنها هي الأحداث التي تجري الآن، وهي حديث الساعة طبعا يعني ما جرى منذ شهور يعني لأهلنا في شرق البلد يعني من حروب أهلية ومناوشات وشيء من هذا، وهي يعني أتعبتنا وأدت لخسائر كبيرة وموت ناس أبرياء لا ذنب لهم ماتوا في هذا، وهذه كلها خسائر ينبغي أن لا تكون. وفي نهاية اللقاء تضرع الحاضرون بالدعاء لجلب الأمن والاستقرار.